الجهة حتى هي ساهمت، كذلك المجلس الإقليمي مشكور، المجلس البلدي برئيس شخص رئيس جماعة العرائس حتى هو ساهم دعم ديالو ومشكور. إذا المعرض أصبح معرض محلي من بعد محلي ولا جهوي، أصبح الحمد لله وطني باتفاقية شراكة اللي مع الإسبان، يعني الإخوان البرباطين اللي جاوا شرفونا حتى هما الحمد لله هما معنا خلال الاتفاقية ديال الشراكة اللي توقعت اليوم، لأنه كاين اتفاقية شراكة ديال الإخوان ديال البرباطي اللي مع المجلس البلدي، اليوم توقعت اتفاقية مع الغرفة لحقيقة عطات المعرض للمعرض انتم كتشوفوا المعرض كان ناجح. شحال عدد الأروقة ديال المعرض؟ عدد الأروقة ديال اللي كاين هي 69 رواق فيه من جميع الأنواع ديال المغرب، يعني جميع الشركاء، جميع يعني الإخوان ديالنا من على الصعيد الوطني بالنسبة للعارضين، لكن يعني المتنوع يعني كان المعرض كان افتتح من طرف السيد الوزير مشكور، كذلك السيد العامل، كذلك رئيس مجلس إقليمي، كذلك رئيس الجامعة، وكذلك رئيس الغرفة ديال الصناعة التقليدية شخصيا اللي كان حاضر. تعطات انطلاقة ديال المشروع اللي كتسمى، أنا كنسمي هذا المشروع لأول مرة غيكون في مدينة العرائس، وكما كنتمنى بالحقيقة يكون هذا المعرض. من خلال دورات المجلس كنت دائما كتبغي تجمع الصناعة التقليديين وتحيي الصناعة التقليدية بالعريش، يعني بغينا نعرفوا مستوى المشاركة ديال الصناعة التقليدية في العريش وعدد الأروقة المشاركة. هذا المجهود أنا قلت قبيلة، هذا المجهود ما جاش يعني من فراغ، حنا دائما انتم كتحضروا من خلال اللقاءات أو من خلال الدورات ديال المجلس، كنا كندافعوا على الصناعة التقليديين بامتياز يعني بواحد الحرقة، لأنه أنا قبل ما نكون عضو الغرفة صانع تقليدي، إذا عندي ذاك الحرقة ديال الصناعة التقليدية، فبادرت على أساس فتحت ذاك الفصل ديال الصناعة التقليدية لحقيقة طيلة السنوات كان يعني مزود ذاك الفصل في الميزانية. الحمد لله السيد الرئيس استجاب للطلب ديالنا داخل دورة المجلس، عطانا فتح ذاك الفصل 100,000 درهم، من بعد جات الغرفة اللي هي عطات 25 مليون، جات الجهة عطات 25 مليون، أصبح معرض اللي هو أنتم كتشوفوا أصبح معرض يعني وطني، أنا قلت قبيلة ودولي. إذا الشراء بالنسبة للعارضين اللي هما محليين كاين تقريبا واحد على مستوى 10 كاينه في 7 ديال العريش، 3 من مولاي عسلام، كاين تقريبا 10 من القصر، لان ملي كتقول الاقليم سواء مولاي عسلام سواء القصر الكبير سواء العريش كاين تقريبا واحد 25 اللي هو عارض من اختلاف الانواع، كاين تقريبا العالم القروي اللي مشارك انتم شفتوا زياره العالم القروي، وحقيقه الصناعه التقليديه بدات كتبهر في اقليم العرائس، فالحمد لله جاو الاخوه كيشاركوا، فاحنا كدعم بالنسبه لي لكاع اعضاء الغرفه بغينا ننميو هذا الاقليم، لانه الحقيقه انتم كتشوفوا مدينه العرائس بالنسبه للصناعه التقليديه كانت في الحقيقه قليله، فالحمد لله اليوم انتم كتشوفوا برزت وظهرت، واليوم الحمد لله المشاركين انتم كتشوفوا يعني العارضين. نعم البرنامج ديال يعني ديال المعرض البرنامج ديالو اهم الفقرات ديالو اليوم، البرنامج هو الانطلاقه ديالو اليوم 18، غادي ينطلق يبقى 10 ايام ان شاء الله، غادي يكونوا سهرات اللي غيكونوا ان شاء الله غتبدا من يوم غدا ان شاء الله غتبدا السهره، وغادي تنطلق هذه السهره من خلال هذه المده حتى 24 كنوقفوا حنا المنصه وكيجيو الاخوان ديال ابصامات اللي كنكون مشكورا اللي غادي يكملوا السهره، ولكن المعرض غادي يكون موازي حتى لذاك المهرجان ديال ابصامات.